خلينا لن نتحدث اليوم عن الأشفية والأدوية، لن نتحدث عن الأدوية، سنتحدث عن مسألة الأشفية. أنت اخترت الأشفية اقتباسا من القرآن الكريم. يعني أنا أقول أجمع بين الأشفية كالآتي. واحد، تفضل. الله جل وعلا يقول في الأشفية اللي هو العسل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وأعظم الشفاء وأفضله القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء، الحبة السوداء شفاء من كل داء. ثم أقوم بهذه العملية كالآتي: أحضر ماء، ماء زمزم. زمزم خلاص، لا بد أن يكون زمزم أو الأفضل. الأفضل زمزم، لأنه طعام وطعم وشفاء من سكم. وأحضر زيت الزيتون. ثم أقرأ عليه سورة البقرة كاملة. هذا الماء زمزم مبارك. خلاص، ولا وزيت الزيتون مبارك. فأقرأ عليه سورة البقرة التي يقول عنها النبي: سورة البقرة أخذها بركة. فقرأت على زيت الزيتون اللي يقول عنه النبي: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. وماء زمزم طعام طعم وشفاء من سكم. فأقرأ عليه سورة البقرة كامل. أقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك. أقرأ ما قدر الله على الذي. ثم أنفث في الماء والزيت. أنفث في الماء والزيت. لا يلزم أن أكون أقرأها في وقت واحد. أقرأ عندها شغل، تروح تخلص شغلها المرأة ثم ترجع تكمل. خلاص، بعد أن أقرأها سورة البقرة مرة واحدة، أقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد. وأنفث ثلاث مرات. قل أعوذ برب الفلق، وأنفث ثلاث مرات. قل أعوذ برب الناس كاملة، وأنفث. أقرأ آية الكرسي أيضا ثلاث مرات وأنفث. الفاتحة ثلاث مرات وأنفث. إذن أنا قرأت بسورة الفاتحة التي يقول عنها النبي: وما يدريك أنها رقية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن آية الكرسي التي هي حفظ بإذن الله، وهي أعظم آية، أعظم آية في كتاب الله عز وجل. قال النبي: إذا أول رجل إلى فراشه فقرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ، حافظ من الجن ومن العفاريت ومن السحرة ومن المعتدين ومن السراق، ولا يقربه شيطان. أقرأ بآية الكرسي. ثم المعوذتين أقرأها: فما تعوذ متعوذ بمثل ما تعوذ بهما. ثم إذا قرأتها في الماء والزيت ونفذت فيها، أبدأ أتعامل بقضية الأشفية. كيف الطريقة؟ أخذ هذا الزيت، إذا أويت إلى فراشي أخذ شيئا من هذا الزيت وأدهن به رأسي وما استطعت من بدني. كامل البدن. كامل البدن. نعم. أخذتها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ بالمعوذتين فيجمع يديه ويمسح بها رأسه ومسطع من قدمه، مع زيت الزيتون الذي قرأها مبارك على البدن، لأن النبي يقول: كلوا زيت وادهنوا به. في الوقت هذا أجيب كأس من الماء اللي أنا قرأت فيه وأصب بالكأس، ثم أخذ ملعقتين من العسل. لا ينفتح على الوقت. أخذ ملعقتين من العسل ثم أضعها وأبدأ أذوبها. طيب لو قال لك واحد: أنا مريض بالسكر، نقول: خذ شيئا من العسل قليلا لأجل أن يحصل لك في بركة زمزم طعام طعم شفاء من سكم، ماء زمزم لما شرب له. ثم أخذ إيش؟ هذا العسل اللي يخرج من بطونه شراب مختلف ألوانه فيه شفاء الناس، وأمره أن يشرب هذا الماء قبل إيش؟ النوم. شربه للماء هذا، شربه هو الشرب ليس الأكل. إذن أنا مع هذا الكاس أخذ سبع حبات من الحبة السوداء، سبع حبات من الحبة السوداء، وأكلها بسم الله مستعين بالله، وأشرب عليها ماء زمزم مع العسل. هذا الكلام قبل إيش؟ كله قبل النوم. إذا قمت من الصباح أغسل جسمي بالماء والصابون، ثم أخذ جزء قليل من الماء ماء زمزم وأصب على طشت على غضارة وأكاثر بالبزوز وأغتسل به. فإذا اغتسلت بأشرب كأس ماء من العسل بنفس الطريقة وسبع حبات. أستمر على هذا الأمر لمدة ثلاثة أيام، الأيام الأولى جسمي كله كاملا، ثم أبدأ اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع بدهن جسم أماكن الألم اللي تصدر لي، وشرب كأس ماء مع سبع حبات من الكلام. نعم، سوف يحصل لها في الأيام الأولى شيئا من التعب والإرهاق والآلام في الجسم. لا تخاف المستخدمة، بإذن الله أرجو أن يكون شفاء. وهذا يعني الحقيقة كما قيل، يعني قيل أنها مبنية على التجربة في قضية من العسل، لكن نحن نقول هي أشفية. نسأل الله عز وجل أن يشفي، يعني يبارك فيها وينفع بها. وأسأل الله جل وعلا، نحن ما عرضنا للناس إلا عسلا وزيت زيتون مبارك والحبة السوداء شفاء من كل داء وماء زمزم. فأسأل الله عز وجل مع هذا عليها بملازمة الاستغفار
ودعاء الجبار في أواقف تحري الإجابة، وأسأل الله عز وجل أن يشفي كل مريض وأن يفك سحر كل مسحور، والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.